يعتنون بالحق بعد ما تبين كأنما يساقون للموت وهم ينظرون. صدق الله العظيم. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على المغيبون والمغيبات خلف الخضبان في سجون الظل. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. أتينا هنا بالتضامن مع أباء الشهداء وحد الطين الذين تدبرهم النظام في السجن. اسمحوا لي أن أكون واضحا وصريحا معكم اليوم. لقد امتدت يد البغي والإجرام لقاد أباء الشهداء وعوائلهم، امتدت لأبنائنا وبناتنا. ففي الوقت الذي نقف هنا ليك هناك أحبة لنا خلف الخضبان. صحيح أن وقفتنا وقضامنا لكل الشريف في هذا البلد واجب إنساني ومعنوي، ونحن هنا نعلن انتظامنا مع أباء الشهداء والحسينيين، نعبر عن استنكارنا وإدارتنا ولكن نكون واضحين دون مجاملة. دعونا أسأل بوضوح سؤال حيرني كثيرا، ماذا بعد هذه الوقفات الإسلامية؟ ما هو دور عوائل الشهداء؟ ما هو دور عوائل المعتقلين؟ أين هم في الحراك اليومي؟ إن عدد الشهداء وصل تقريبا 150 شهيد، وعدد المعتقلين والمحكومين وصل 2080 حسب إحصائية أخيرة. وطبعا اليوم قد وصل العدد حكما يفوق هذا العدد. السؤال الذي يطرح نفسه، أين هم عوائل الشهداء والمعتقلين والمسجونين؟ لماذا لا ينزلون في الساحات والميادين رافعين صور أبنائهم؟ لماذا اعتمدوا على المنظمات الحقوقية اعتمادا كليا وهم مشغولين بأمور منزلية ودنيوية؟ نحن لا نطالبهم أن يتركوا أعمالهم ويعتصموا في الشوارع، ولكن يؤلمني كثيرا أن نلقى الشاهد من يحمل صورة ابنه أو أبيه ويشارك الجماهير في المسيرات السلمية اليومية والليلية. المسيرة كم تستغرق في اليوم؟ في المسيرة ربع ساعة، نص ساعة كثير يعني. اعذروني على صراحتي، فنحن ما زلنا نتعرض للانتهاكات الخطيرة، وهم آباء الشهداء والأخوين أطفالنا وبناتنا تصل بحقهم. أحكامهم ظالمة وجائرة، وأحيانا تتجاوز هذه الأحكام عمر المحكوم. لا تتصوروا أن الأنظمة التي تقتل وتعتقل وتنتهك الأعراض هي أنظمة قوية كما يعتقد البعض. فالنظام أضعف مما تتصورون، ولكن هذا الخوف الذي يعاني منه البعض مع الأسف هو الذي يشجع النظام على مواصلة جرائمه وانتهاكه المستمرة. وخوفكم هو أحد هذه الجرائم التي تعطي الاستمرارية. نحن آباء الشهداء نتعرض للاعتقال التعسفي، ولم نخرج فقط لمطالبة القصاص من قتلة أبنائنا، من قتلة المجرمين الذين سبقوا لما فردات أكوالنا، وإنما خرجنا من أجل الدفاع عن أبنائكم أيضا، والذين هم أبنائنا، ونطالب بإطلاق سراحهم. أنا استدعيت وتأخير ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، وهاي يوم الشهيد، وهو شيء مفجر الثورة والطوفان التحقيق، وهم أبا الشهداء علي الشيخ ومحمود المتافي والحقيق والحقوقي حسين فرويز، وجهت لهم تهم التقليد عن كراهية النظام، وتم اعتقالهم لأنهم طالبوا بالقصاص وهدفوا مطالب عن إفراج المساجين. لذا يجب لا نستسلم عن إرهاب النظام، وكلنا علينا دورا ومسؤولية وطنية أخلاقية وشرعية تواجه ضغط النظام المهزوم الذي يعيش حالة استحضار دولة الرعاة التي تعطى له لإطالة بقائه فترة أطول. علينا أن نعلن البراءة منه وندين هذه الانتهاكات وهذه الأحكام الجائرة. علينا أن نتخلص من هاجس الخوف وننزل للساحات والميادين من
الطالب والركن المجموعة المختصرة تخلصوا من الخوف الذي تغلغل في نفوسكم، ونقول هذا النظام المتوحش قتلونا كما قتلتم فلذات الطالب، اسجنونا كما سجنتم أبنائنا ورموزنا وأخوة لنا، لن نهابكم ولن نرجع لكم. وأخيرا وليس آخرا، كلمة أطلقتها سابقا وأنا أكررها يوم بصوت عالي، إن اعتقال آباء الشهداء والاعتداء على عوائلهم الشريفة المضحية هو المسمار الأخير في نعش أم العفن. ولن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. وآخر دعوانا الحب.